نجاح إماراتي لم يكن متوقعاً بهذه الطريقة المبهرة قيمتها 200 مليون دولار. لكن ما الذي حدث؟ هذا الوصف أطلقته صحيفة فاينانشال تايمز على النتائج التي حققها مسبار العمل والذي وصل إلى المدار في فبراير 2021 محققاً نتائج غير مسبوقة، حيث بات أول من لاحظ أضواء الشفق القطبي في المريخ وتتبع تطور العاصفة الترابية الغبارية المريخية، مما يتيح معلومات عميقة غير مسبوقة حول طريقة تطور هذه العواصف وانتشارها في مساحات شاسعة من الكوكب، كما تملأ هذه التغطية للغلاف الجوي للمريخ فجوة كبيرة في البيانات وتوفر فهماً لم يصل إليه أحد. ويراقب المسبار في الأساس بنية وتنوع الغلاف الجوي للكوكب بواسطة كاميرا EXI ومطياف الأشعة تحت الحمراء، واللذين يشخصان الحالة الحرارية للسطح والغلاف الجوي السفلي. كما يكشف هذا الرصد تفاصيل التوزع الجغرافي للغبار وكذلك الغيوم الجليدية المائية والكربونية، فضلاً عن بخار الماء على مدارات نطاقات زمنية متنوعة تمتد من دقائق إلى أيام كاملة. وهذا النجاح الإماراتي لم يكن وليد اللحظة، وإنما بدأت قصته عام 2014 عندما أطلقت الدولة وكالتها للفضاء متعهدة حينها بوضع قمر صناعي يسمى الأمل في مدار حول المريخ في عام 2021، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس الدولة. وتقول سارة الأميري رئيسة الوكالة إن المقامرة آتت أكلها جيداً، مؤكدة أن المهمة تحققت أكثر من التوقعات.